أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الشارع. دايما اتعودنا في برنامج نبض الشارع إلقاء الضوء على كل القضايا التي تهم الشارع المصري والشارع العربي، ويمكن نبض الشارع دائما وأبدا بينقل صورة الواقع اللي موجود، سواء إيه اللي بيهم الناس. أكتر شيء يشغل الرأي العام في الفترة الأخيرة في بعض القضايا اللي يمكن لكل أثرها قضية سلوك والأخلاق التي انحدرت في الفترة الأخيرة. فاصل ونرجع تاني. أعزائي المشاهدين، رجعنا من الفاصل، والحديث النهاردة عن الأخلاق والقيم. للأسف الشديد شفنا ما حدث في مركز تلف المنوفية من اعتداء شاب على آخر وصل لمرحلة وفاته، والسبب بسيط جدا، شاب القتيل المحترم الشهيد يدافع فقط عن قيم وأخلاق ومبادئ افتقدها القاتل. الأخلاقيات والسلوكيات العامة في المجتمع في الفترة الأخيرة أصبحت في حاجة إلى تغيير شامل في أداء الإعلام، التعليم، الأزهر، الكنيسة. إحنا محتاجين أن يتم تقويم الشباب بشكل محترم، محتاجين نشوف شباب يتربى على القيم والمبادئ والأخلاق. زمان كان صعب جدا أنك تشوف السلوكيات النهاردة، إن لما تشوف طالب في مدرسة سواء إعدادي أو ثانوي وما يحدث من المعلمين يوميا، كل يوم بتلاقي أحداث في مدارس إن دلت فإنما تدل على إن انهيار تام لمنظومة الأخلاق. الشق الثاني، الفترة الأسبوع اللي فات ده فقط أكتر من 10 حوادث يمكن شغلوا الميديا والإعلام، ما بين قتل وسرقة واغتصاب. الشباب في مرحلة ما فيش تربية، يمكن الأب والأم مشغولين في معظم البيوت، كله شاغل نفسه بالشغل او بازاي يجمع لابنائه الفلوس، سواء مسافر بره او بيشتغل الصبح وبيشتغل بالليل، وللاسف سابوا ابنائهم فريسه لسواء الادمان والمخدرات. دمرت شباب كتير جدا، دمرت اسر ومجتمع، سابوا القيم والمبادئ القويمه. للاسف الشديد الحاجات دي اتشغلت الراي العام الاسبوع اللي فات، وإن شاء الله المرحلة المقبلة هنحتاج إن احنا نعمل أكتر من حلقة في البرنامج ونتكلم فيها عن الإدمان وعن المخدرات، إزاي نواجهها، إزاي تتكاتف كل أجهزة الدولة سواء وزارة الداخلية أو وزارة التربية والتعليم أو الإعلام أو الأئمة في المساجد، إزاي نحط منظومة لمحاربة الإدمان. للأسف كل الظواهر اللي احنا شايفينها سلبية موجودة في المجتمع هتلاقي 90% السبب الرئيسي ليه الإدمان. ده جزء من حلقتنا. والجزء الثاني يمكن اللي برضو شاغل الرأي العام والناس كلها بتتكلم فيه، الناس في مصر لا يعنيها السياسة بقدر ما يعنيها الاقتصاد. معظم الناس ما حدش شاغل دماغه الحزب الفلاني، الحزب العلاني، فلان رئيس حزب، فلان نجح في انتخابات. كل الناس أو 90% من الشعب المصري مش فارق معاه مين موجود في الحزب الفلاني أو مين ينجح أو مين ما ينجحش. اللي فارق مع الناس شيء واحد، هو لقمة العيش. إزاي نعيش حياة كريمة؟ طب إزاي نعيش حياة كريمة يبقى اللي شغل الناس أكتر الاقتصاد وليس السياسة؟ إزاي إن احنا نرتقي بمنظومة الاقتصاد؟ فلابد إن احنا نحاول نشوف خبراء الاقتصاد في مصر، الناس أصحاب الفكر، أصحاب الرؤى، نتواصل مع هؤلاء الشخصيات المحترمة علشان يدونا حلول لمشاكلنا، يدونا حلول للخروج من هذا النفق المظلم إلى النور، إلى تحسين مستوى المعيشة والاقتصاد. ومعانا مداخلة تليفونية مع الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم. ألو، مساء الخير دكتور حليم. مساء الخير يا دكتور أحمد. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. وفي البداية بتوجه فندم لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصري الأصيل وجيشنا العظيم، ابتداء من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي،
لأحدث جندي في قواتنا المسلحة بخالص التهاني بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، واللي هتظل علامة فارقة في تاريخ مصر القديم والحديث. وجودك يا دكتور أحمد شرف معانا. إحنا بنعرف السادة المشاهدين بالدكتور أحمد إبراهيم، هو رجل أعمال صاحب المجموعة المصرية للاستثمار، خبير في التنمية وخبير دولي في مجال الهندسة والتخطيط والعمليات والإنتاج والإدارة والجودة، وشخصية لها باع طويل جدا في مجال التنمية والموارد البشرية وتحسين الاقتصاد. رؤية معاليك يا دكتور أحمد، كيف يتم جذب الاستثمارات إلى مصر، وكيف نسعى جميعا لتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري؟ طبعا جلب الاستثمار هيترتب عليه فرص عمل، هيترتب عليه زيادة في الانتاج، تصدير بره. حضرتك شايف رؤية حضرتك ايه لجذب الاستثمارات يا فندم؟ لا شك دكتور عبد الحليم ان المناخ الاستثماري في مصر بيشهد في الوقت الحالي طفرة وتحسن ملحوظ على مدار السنوات الماضية نتيجة اتخاذ الحكومة المصرية للعديد من الإجراءات الإصلاحية اللي أثرت بشكل إيجابي على مناخ الأعمال، وده الأمر اللي أشاد به جميع الخبراء والمراقبون، لكنهم في نفس التوقيت أكدوا على ضرورة القضاء على البيروقراطية لاستمرار المضي في الطريق الصحيح، وأيضا زيادة تمكين القطاع الخاص اللي بيعتبر المحرك الرئيسي للتنمية في أي بلد. نتيجة ذلك كان آخر الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية هي التعديلات اللي أقرها مجلس النواب لمعالجة المشكلات والتحديات اللي ظهرت على أرض الواقع أمام المستثمرين بعد صدور قانون الاستثمار الجديد اللي صدر في عام 2017، وده نتيجة رغبة الكثير من الشركات العالمية في التوسع والاستثمار في المحافظة. تمام فندم. طب حضرتك قانون الاستثمار الجديد اللي مجلس الشعب مضى فيه، حضرتك شايف ان هذه التعديلات كافيه لجذب المستثمرين الاجانب والغير مصريين والمستثمر المصري للاستثمار في مصر؟ دكتور اعتقد يا فندم ان التعديلات اللي تضمنت منح حوافز للتوسع في المشروعات الاستثماريه القائمه وتشجيعها على ذلك ده كان ليه مردود ايجابي، والدليل ان صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الرابعة للاقتصاد واللي تم الكشف عنه في شهر إبريل الماضي أكد أن الحكومة المصرية حددت أولويات الإصلاحات اللازمة لمعالجة العوائق الرئيسية اللي بتقف أمام تحقيق النمو اللي بيقوده القطاع الخاص، من بينها تحسين توافر مثلا الأراضي الصناعية، وده اللي نوه لو حضرتك تابعت التقرير ده اللي نوه عليه مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في تصريحات صحفية مؤخرا حول التزام الحكومة المصرية بعملية تطوير الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتمكين الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. الدليل على كده أن البيانات الحديثة اللي صدرت عن الهيئة العامة للاستثمار أكدت مثلا على سبيل المثال أن دولة الإمارات العربية المتحدة بتحتل المركز الأول في قائمة مساهمات الاستثمار الأجنبي في الشركات بإجمالي حوالي 6.7 مليار دولار موزعة تقريبا على حوالي 1100 شركة، واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني ولكن بفارق بسيط جدا حيث بلغ حجم الاستثمار السعودي 6.2 مليار دولار، وده في حوالي تقريبا 5570 شركة، تلاها بريطانيا ثم الكويت ثم هولندا مرورا بامريكا، وفي احتلت البحرين المرتبه العاشره. والاحصائيه يا فندم احصائيه بتتعلق بالفتره الزمنيه من عام 1970 وحتى شهر مايو الماضي. تمام. ايضا من ضمن الاحصائيات اكدت ان القطاعات الصناعيه احتلت المركز الاول من حيث اجمالي تدفقات الاستثمارات الاجنبيه في السوق المحلية بإجمالي حوالي 10500 شركة، تدفقات بلغت حوالي 30 مليار دولار، تلاها القطاع التمويلي واللي شهد تأسيس حوالي 819 شركة، وبلغ إجمالي التدفق في رأس المال حوالي 16 مليار دولار، تلاها القطاع الخدمي بقائمة التدفقات بواقع حوالي 14.9 مليار
من خلال تأسيس كام شركة دكتور عبد الحليم؟ حوالي 15200 شركة. تمام فهمت. أيضا شاهد قطاع الإنشاءات تأسيس حوالي 4500 شركة، وده سجل إجمالي حجم التدفق وصل لحوالي 12 مليار دولار. والقطاع السياحي حوالي 9.8 مليار دولار من خلال حوالي 2560 شركة تقريبا. وتلاهي القطاع الزراعي بإجمالي حجم التدفقات وصل لحوالي 5 مليار دولار من خلال حوالي 3000 شركة تقريبا. تمام. وجه في المركز الأخير طبعا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي شهد تأسيس حوالي 2431 شركة بإجمالي حجم تدفقاته وصل ل 5 مليار دولار. طب بالنسبة لمجموعة حضرتك دكتور أحمد، المجموعة المصرية للاستثمار، إيه أهم الأنشطة الموجودة ليها هنا في مصر؟ طبعا المؤسسة المصرية للاستثمار ده كيان استثماري واعد الحمد لله بفضل الله تعالى، قائم على إدارته مجلس إدارة بيطمح لتحقيق أعمال وإنجازات كبيرة في المجال الاقتصادي طبعا برئاسة الدكتورة سمر أباظة. إحنا داخل المؤسسة عندنا مجموعة شركات موجودة، عندنا في شركات طبعا الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار العقاري، استثمار في المجال السياحي وخلافه، عندنا شركة لتنظيم بالمعارض والمؤتمرات شركة اتش ان، ودي من خلالها قدرنا ننظم مسابقة ملكة جمال العالم في السياحة خلال شهر ابريل الماضي بحضور حوالي 65 دولة من مختلف دول العالم. وأيضا عندنا شركات في مجال تكنولوجيا المعلومات، عندنا شركات قائمة على أعمال التدريب والتأهيل من خلال أن احنا واخدين بعض الوكالات الحصرية من خلال كيانات تعليمية كبرى موجودة في مختلف دول العالم، في أمريكا، في فرنسا، في ألمانيا، في إنجلترا، في كندا، في أوكرانيا طبعا، في روسيا. وإحنا من خلال أوكرانيا بصدد إنشاء فرع لشركة استادي الأوكرانية، واللي هي تعتبر وكيل لحوالي 13 جامعة حكومية أوكرانية منهم جميع الجامعات المعتمدة في التعليم العالي المصري. إن شاء الله إن شاء الله دكتور أحمد، نتمنى حضرتك يكون متاح لحضرتك في وقت وتكون معنا إن شاء الله ضيف في البرنامج في الحلقة القادمة إن شاء الله. وسعدنا جدا بحضرتك دكتور أحمد. ويمكن زي ما حضراتكم شايفين هناك ما يبشر في مصر بالخير، هناك استثمارات تدفق، عودة الأمن إلى مصر أعادت الكثير من المستثمرين إلى حضن الوطن، أعادت المستثمرين الأجانب. فإحنا نتمنى في المرحلة القادمة في مصر إن شاء الله المزيد من الأمن والاستقرار، التفاف المواطنين حول الوطن لعودة الاستقرار. فإذا عاد الاستقرار للشعب المصري وعاد الأمن، بالتبعية سيعود الاقتصاد وسيعيش المواطن المصري حياة أفضل. تمنياتنا لكم في لقاء آخر إن شاء الله نتكلم في المواضيع دي باستفاضة أكتر. بعتذر لحضراتكم النهاردة على التأخير في الحلقة، سعدنا بكم ونتمنى أن نكون قد أسعدناكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجكم نبض الشارع. شكراً.